معكم رمزي من درس جيتار دوت نت ودروس الفلامينكو جيتار. عم نحكي عن تكنيكس الفلامينكو جيتار، وهلا وصلنا لتكنيك البيكادو اللي هو العزف يا بهالاصبعين اي ام يا اي اي يا ام اي، وفي بعض الاشخاص بيعملوا بثلاث اصابع. اوكي، الطريقة الأكثر استعمالا هي الـ IM أو MA، فلح نبلش نحكي عنها. الفرق بين الكلاسيكال والفلامينكو بيكادو هو إنه الكلاسيكال عادة بتكون فري ستروك، فبهالطريقة بينما الفلامينكو دائما أو أكثرية الأوقات بتكون rest stroke. فأكيد في اختلاف بالصوت. لنحكي شوي عن البيكادو الفلامينكو أكتر. في كذا طريقة لحتى نستعمل أو نلعب هالتكنيك. هالتكنيك هو واحد من أكتر التكنيكس اللي في اختلاف بالرأي عليه، فكل شخص بيستعمل الطريقة اللي هو بيرتاح فيها وبيقول انه هي الطريقة الأحسن أو المناسبة أكتر. أنا برأيي انه أحسن شيء الواحد يعمله هو انه يجرب مختلف الطرق ويشوف كيف عم يطلع معه الصوت أحسن شيء أو أكتر شيء بيفضله، كيف عم يكون مرتاح أكتر شيء، وهذا الشيء الأهم، وبيستخدم أو بيتبنى هالطريقة. فينا نطلع على كذا شغلة بالبيكادو. المهم انه نشوف طريقة ضرب الأوتار بالأصابع، ونطلع على الإيد وين بتكون والكوع وين بيكون، وإذا الأصابع رح يكونوا جالسين أو مطعوجين نحن عم نلعب بيكادو، وين عم نلعب البيكادو، إذا هون أو هون. كل هالأشياء كتير مهمة لحتى نطلع الصوت الأحسن ونكون مرتاحين أكتر شيء. بدكم تجربوا وتشوفوا شو هي الطريقة اللي بتريحكم أكتر شيء. في أشخاص بيفضلوا أنه يعلوا كوعهم لما يلعبوا بيكادو لحتى تصير الإيد بطريقة أنه الأصابع يكونوا بزاوية 90 درجة مع الأوتار، لأنه إذا منخلي الإيد هيك بدهم يصيروا الأصابع بهالشكل تقريبا بهالزاوية هيك مع الأوتار، بدل ما يكونوا بهالطريقة يكونوا أكتر بهالزاوية بدل ما يكونوا هيك. أكيد لأن إذا منعلي فينا نعمل هالطريقة اللعب، بينما إذا منخلي الكوع قاعد على الجيتار أكتر رح يكون في هالطريقة اللعب اللي هي مش مثل هاي. كل واحدة بتطلع صوت، وكل واحدة بتخلينا انه نلعب بمحل معين على على الاوتار. اوكي، ففيكن تجربوا تشوفوا وتتأكدوا انه ما يكون في عندكن اي اوجاع او اي شيء عم تحسوا منه مريح بطريقة او بغير طريقة، وتمشوا مع الطريقة اللي بتريح. طريقة انه الواحد يعلي الكوع عن الجيتار بتخليه انه يصير يحرك الايد هيك لما يكون عم يطلع وينزل على الجيتار، وبتخلي الصوت يكون كأنه مشابه على كل الاوتار، في يونيفورم بيكون الصوت. اوكي، بينما بهاي الطريقة كل ما نطلع أو هيك منحس إنه كأنه زاوية الإيد بتختلف بين اللعب هون وهون إذا ما عم نحرك القلبو أو الكوع، فبصير في عنا شوية اختلاف بالصوت بين على الأوتار البيس وعلى الأوتار الترابل، وهي شغلة بناخدها بعين الاعتبار. أوكي، بس بالمقابل هاي طريقة اللعب يمكن تكون أريح بالنسبة للكتف، بينما هاي الطريقة إذا ما بترتاحوا فيها أو ما بتتعودوا عليها يمكن لأنه بتسبب
أوجاع شوي بالكتف أو بالرقبة أو بالظهر، إذا بتحسوها إنه منا عم تكون مريحة فيكن تجربوا تلعبوا بهالطريقة، أو يمكن تعملوا شي بين الطريقتين. أوكي، بس أهم شي بالبيكادو هو إنه يكون عم نستعمل بالفلامينكو rest stroke مش free stroke. rest stroke، ومثل ما شرح طارق حرب بالفيديو لتمرين السكيلز، هو انه نستعمل شيء بسموه prepared stroke او staccato، يلي هي انه ما بنلعب بهالطريقة، لا بل منجرب انه نكتم الصوت بالاصبع الثاني اول ما نوصل، اول ما نلعب الوتر الاول. اوكي، فبصير بهالطريقة. او بدل هيك. اوكي، هاي بطيئة نسبيا الطريقة، هاي الطريقة بتخلينا نصير اسرع. الفكرة كلها هي انه نقتصد بالحركة تبع الاصبع قد ما فينا، لانه اكيد اذا عم نعمل حركة كبيرة كتير بيصير في وقت كتير لحتى الاصبع ينتقل من وتر لوتر او ليلعب النوت اللي بعدها، فبنصير بطيئين اكيد اذا عم نلعب نحن بهالطريقة. بينما اذا بنلعب بطريقة انه بنلاقي أقل درجة ممكنة لنحرك الأصابع، مش هيك مش هيك، لا بل هيك. أوكي، هاي هي الطريقة اللي بتخلينا نصير أسرع بالبيكادو. هلأ لحتى نتمرن على هالتكنيك فينا نتمرن على حي السكيل نعرفه، فينا نعمل الكروماتيك، فينا نعمل هاي السكيل بنعرفها. إذا في عنا دقة معينة فيها هي بتكون جزء بيكادو مثلا سريع أو صعب ونحن عم نجرب نتعلمه، بدل ما نتمرن على هاي السكيل نتمرن على هالجزء من الدقة بنعملها كأنه اكسرسايز. فمثلا في ب انتري دوس اغواس لا باكو دي لوسيا في هالجزء من الدقة، نعملها اكسرسايز، بنحط المترونوم على سرعة بطيئة وبنتمرن شوي شوي. إلى آخره. المهم إنه لما نعمل هالتكنيك الستاكاتو نكون عم نسكت بإيد اليمين، ما نكون عم نسكت بإيد الشمال. بالمقارنة مع هيك عم نسكت بإيد الشمال، بينما منخليها وبنعمل الستاكاتو لحتى بإيد اليمين نكون عم نقطش الصوت. لاحظوا هون ما عم يتحرك الإصبع، وهي هي الطريقة اللي بيصير فينا نتمرن عليها لحتى نسرع أكثر وأكثر. وأكيد بالدروس الجاية بعطيكم exercises بالتحديد للبيكادو، ما ضروري يكونوا scales، بس exercises بيساعدوا على السرعة وبيفيدوا لحتى يتحسن تكنيك البيكادو. ومثل ما بنتمرن بالبيكادو I am I am I am،
فينا نتمرن M A M A M A فينا نتمرن I A I A I A أو A I A I A I و M A M A M A أو A M A M A M I A I A I A أو M A M A M A والمهم بهالتمارين الأصابع بكل الطرق هي إنه بتخلي كل الأصابع يصيروا بنفس القوة والمهم إنه لما نتمرن بيكادو لأنه منكون عم نستعمل العضلات من الأصابع أكتر شيء والعضلات من هاي الجهة من الإيد لازم نرجع نتمرن على الراسكيادو يلي هي بتشغل العضلات الجهة العكس بالإيد لحتى ما نكون عم نتمرن دائما وعم نخلي جهة واحدة بس تشتغل ويصير في خطورة الأذى فهيك بعدنا نتمرن بيكادو بهالشكل فينا نرجع نتمرن راسكيادو لحتى نشغل العضلات العكس ونفس الشيء إذا عم نتمرن بهالشكل نرجع نعمل الراسكيادو اللي هي بهالشكل ب I و A وإذا عم نتمرن M A M A نعمل الراسكيادو اللي بكل الأصابع A M I